شعر. نحن هنا في مدينة وهران الباهية. كان الوفد الصحراوي تكون من حوالي 8500 طفلا، وكذلك 8 مرافقين أو مشرفين. هذه الزيارة أو هذه الجولة كما يقال لها لم تأتي بعادة، هي تنسيق بين السلطات الجزائرية والسلطات الصحراوية، ويشمل ليس في وهران واحد بل هناك حوالي 1440 طفلا صحراويا يقضون عطلهم الصيفية في على شواطئ حوالي 13 مدينة جزائرية خلابة على شواطئها، من بداية من الطرف شرقا حتى تلمسان قربا. وهذا هي فرصة حتى يستطيع أن يقيم الطفل الصحراوي من معاناة اللجوء التي هي أسباب الحرب وأسباب القزو المغربي للصحراء الغربية. برنامج متنوع وتاري متمثل في سباحة، نشاطات فنية ثقافية، وكذا جولات سياحية لمختلف منشآت وكذا معالم الأثرية والتاريخية لمدينة وهران. أتينا من مخيمات العزة والكرامة لكي نقضي العطلة الصيفية بدولة الجزائر. نحن الآن نتواجد بمدينة وهران ببلدية عين ترك، ونحن الآن في بارك في مدينة وهران، وأشكر كل الجزائريين والجزائريات على استقبالهم لنا وترحبهم بنا.